السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، أكيد هنتكلم فيها عن النادي الأهلي، هنتكلم فيها عن باقي الأندية، ونرد فيها عن كل الأكاذيب والشائعات بالأدلة والبراهين، وبنحترم دايما عقل حضراتكم وبنتكلم بالمنطق. نخش على طول في أولى فقراتنا من نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي النهاردة الأخ أحمد الخضري الصحفي الزملكاوي اللي كان بيرضو بيظهر في قناة النادي الأهلي وما زال بيظهر في قناة النادي الأهلي بين الحين والآخر، أحمد الخضري اللي مش عاجبه تصريحات باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك اللي اعترف على قناة نادي الزمالك أن هناك اختلاف كبير بين الأهلي وإدارة الأهلي وبين الزمالك وإدارات الزمالك عبر التاريخ. كارتيرون اللي طلع وقال إن الأهلي هو بمثابة بايرن ميونخ في أوروبا، وأن إدارة النادي الأهلي تختلف كثيرا عن إدارة نادي الزمالك، وأن الأهلي لديه نظام وسيستم معين بيتم السير عليه ومفيش مشاكل ولا أزمات. الراجل مغلطش، الراجل اتكلم بالحق وبالعدل، ولكن يبدو أن الحق والعدل ما بيعجبش البعض. الحق والعدل ما بيجيش على هوى البعض، انك تطلع تطبل، انك تطلع تكذب، انك تطلع تخدع، اوكي، اهم حاجة انك تقول اللي على هوانا، اهم حاجة انك ترضي غرورنا او تحاول انك تشبع النقص اللي عندنا. النهاردة الاخ احمد الخضري رئيس تحرير مجلة الزمالك سابقا قال ان هو موسيماني ينفع يطلع على قناة الاهلي يقول ان الزمالك احسن نادي في الكون، ولا يتكلم عن الزمالك خالص، ولا يتكلم بالسلب ولا بالإيجاب. ده يا عيني كل ده عشان طبعا عمنا كارتيرون. هو السؤال لأحمد الخضري، انت بدل ما تهاجم كارتيرون انت تهاجم المقدم بتاع البرنامج اللي هو خالد الغندور اللي مستضيف كارتيرون، اللي بالمناسبة حضرتك انا بطلبك بعد اذن حضرتك لو رجعت اي برنامج في قناة الزمالك وليكن الحلقة بتاع باتريس كارتيرون، عايزك تعد كم مره اتقالت كلمه الاهلي في الحلقه دي، وكم مره هتلاقي كلمه الزمالك في الحلقه دي، هتجد ان اسم الاهلي تردد ما لا يقل عن 3 اضعاف اسم الزمالك. ومع هذا بنلاقي ناس زي خالد الغندور وعفيفي والجماعه الزملكاويه اللطاف اللزاز يطلع يقول لك هي فين اعلانات لعيب الزمالك؟ اذا كان انت يا فندم في قناتك اللي المفروض تتكلم فيها عن فرقتك او تتكلم فيها عن اللعيبة بتاعتك وتفخم اللعيبة بتاعتك وتتكلم عن تاريخ فرقتك، انت بتطلع تتكلم عن النادي الاهلي. اذا من حق المعلن ومن حق شركات الاعلانات والرعاية انها ما توجهش الرعاية والاعلانات بتاعتها لنادي الزمالك. ده انت اصلا في قناة ناديك بتتكلم عن الاهلي وعن لعيبة الاهلي اكتر ما بتتكلم على النادي الاهلي. طيب النهارده مباراة بين الزمالك وأسوان، ومبروك لنادي الزمالك الفوز مقدما بثلاث نقاط على نادي أسوان. نادي الزمالك اللي بقاله سنتين على التوالي ما بيلعبش في أسوان. أسوان من ساعة ما تأهل للدوري الممتاز نادي الزمالك ما بيروحش أسوان. وهنا السؤال للغندور ومن كان يتباكى على هو الأهلي ما بيلعبش ليه في إسماعيلية؟ هو الاهلي ليه ما بيروحش يلعب في المصري البورسعيدي؟ هو ليه الاهلي خايف يلعب في الاسماعيليه؟ عزيزي المشاهد انا عايز اقول لك موقفين حصلوا الموسم ده. موقف حصل ما بين الاهلي وما بين غزل المحله، وموقف حصل نفس الموقف ما بين الزمالك وما بين نادي اسوان. نادي اسوان كان عنده تجهيزات في استاد اسوان. نادي غزل المحله كان عنده مشكله في موضوع الفار وتجهيزات الفار لاستاد غزل المحله. مسؤولي غزل المحله اتحاد الكوره قال لهم قدامكم حل من اتنين، اما انكم تلعبوا الماتش ده في اي ملعب تختاروه سواء كان في القاهره او خارج القاهره لان دي مباراه غزل المحله، يا اما تتكلموا مع مسؤول النادي الاهلي وساعتها والله الاهلي براحته عايز يلعب يبدل المباراه دي وتبقى مباراه القاهره وانتوا تلعبوا مباراه الدور الثاني في المحله، اوكي، مش عايز خلاص يبقى المباراه دي مباراه المحله تتلعب على اي ملعب محايد وتبقى سهله بالنسبه للنادي ده. النادي الاهلي كان ممكن يتعامل بمبدا او من منطلق براجماتي بحت ويقول لك والله مصلحتي بتقول انا ماليش دعوه، وفر لي الملعب اللي هلعب عليه المباراه ومباراه الدور الثاني بتاعتي هلعبها في ملعبي، وكان الاهلي يقول لك يلا
بركة يا جامع، كده 6 نقط ضمناهم. وأصعب 3 نقاط أو من أصعب الملاعب اللي بتلعب عليها كورة هو ملعب غزل المحلة، كلكم شفتوا السنة دي الزمالك اتغلب، الأهلي اتغلب، بيراميدز اتعادل. فملعب صعب فعلا، ملعب صعب فعلا، ما يقدرش يلعب عليه غير الناس اللي واخدين على أرضية ملعب غزل المحلة. ولكن النادي الأهلي قال لك أوكي نبدل الملعبين، نلعب احنا الدور الأول في القاهرة والغزل المحلة نلعب في الدور الثاني. طلع وقتها خالد الغندور وامثال خالد الغندور قعدوا برضو يعني خدوا لهم 3 4 ايام ازاي وما ينفعش، وليه الاهلي ما بيلعبش في غزل المحله، وليه الاهلي بيخاف من غزل المحله. طلع الراجل نائب رئيس نادي غزل المحله اسامه عزو، طلع قال لك يا فندم احنا اللي اتحيلنا على الاهلي، احنا اللي قلنا للاهلي نلعب في القاهره ونبدل المباراه، المباراه دي مش بتاعتنا، دي مباراه الاهلي يلعبها في القاهره واحنا نلعب الدور الثاني في غزل المحله. بطلوا كذب واشاعات. نفس الموقف اتعرض على الزمالك. اسوان يا جماعه يا بتوع الزمالك بعد اذنكم هنبدل الماتشين لان الاستاد فيه تجهيزات بس ونبقى نلعب في الدور الثاني في اسوان. قال لك لا ابدا احنا الماتش بتاعنا الدور الثاني. وجه قبل ما يتلعب ماتش الدور الاول بالمناسبه نادي اسوان كان الاستاد جهز. وطلبوا تعديل مكان المباراه قبلها ب 72 ساعه، نادي الزمالك رفض. وهنا السؤال، هو اسوان صعب على الزمالك يا جماعه؟ السنه اللي فاتت النادي الاهلي لعب في اسوان في عز الظهر، درجه الحراره كانت واصله 40 درجه، ولعب النادي الاهلي امام اسوان في اسوان. السنه اللي فاتت الزمالك ما راحش اسوان بسبب الكورونا ومش الكورونا والكلام ده كله، قال لك نلعب ماتشاتنا كلها ما بين القاهره وما بين اسكندريه ومش هنروح نلعب في اسوان. اذا دي رساله للي عايشين في جو المؤامرات. انا النهارده كجمهور للنادي الاهلي مش هطلع ابكي وتباكى وعيط وصرخ وصيح الحقونا احنا كاهلي علينا مؤامره ليه الزمالك ما بيلعبش في اسوان، مش هطلع اقول لك كده. لكن انا بذكر لك موقف عشان لما تيجي تقول غزل المحله بعد كده او تيجي تقول المصري ولا الاسماعيلي هقول لك اسوان، مع ان مباريات الاسماعيلي والمصري انا ما بلعبهاش مش بمزاجي، ده بمزاج الامن وجهات الامن. تعال نروح لموضوع اخر. تخيل حضرتك النهارده العقد بتاع مصطفى محمد، انا ماليش علاقه العقد سليم مش سليم مش بتاعتي، مش انا اللي اقدر احكم، لكن السؤال لاتحاد الكوره، اي عقد يا فندم في اي قشط او سمه تلاعب العقد ده ما بيتقبلش، العقد ده ما بيتقبلش. انا هنزل لك دلوقتي صورة عقد مصطفى محمد على الفيديو وشوف التلاعب اللي في الارقام. انا ماليش دعوة بقى ده تزوير ولا مش تزوير، انا بتكلم ان اي عقد لا يعتد به في التوثيق في حال ان العقد ده فيه قشط او شخبطة او تغيير ارقام الحاجات دي. عقد مصطفى محمد، العقد الصورة المتداولة اللي بالمناسبة انا بسأل ادارة الزمالك انتوا ليه ما تطلعوش العقد كامل على قناة الزمالك وتقولوا للناس ادي عقد مصطفى محمد، ومصطفى محمد مكمل معانا 20 سنة لقدام مش سنتين ثلاثة، 20 سنة. ليه حضرتك تطلع العقد اللي بتوع اليوم السابع وتقول لهم يلا خدوا ونزلوا العقد للجمهور؟ النهارده في غلطتين في العقد ده، ده اذا كان ده فعلا هو العقد. رقم واحد مكتوب فوق تاريخ ابرام العقد 14/9، لو انت هتبص في الصوره كويس وهتدقق هتلاقيني عامل لك دايره على الرقمين، هتلاقي ان ال 14 دي اصلا كانت 4 والتسعه كانت 5، يعني العقد ده مكتوب 4/5/2019 اتلعب فيه ب 14/9/2019، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه مكتوب العقد او الجزء القصاصه اللي تحت، وده هم مطلعينه كده مش مطلعين الورق كامل، يعني قال لك العقد مدته 5 سنوات من 2019/2020 لتحت بقى 2023/24، التلاتة دي كانت مكتوبة واحد وتعدلت معمول لها 3 سنين كده باينة يعني بتوع التلاتة، ال 24 كانت 2 فاتعمل لها 2 تحتها كمان بقت 4. أليس هذا يعد تلاعب في العقد يا أساتذة اتحاد الكورة يا جهابذة القوانين واللوائح؟ سيبك انا ما بقولش تزوير، انا بقول لك هل ينفع يعتد بعقد جاي لك في شطب وفي لعب في الارقام والتواريخ؟ ليه ما رجعتوش العقد يتكتب من جديد؟ طيب
تعال نروح لنادي بيراميدز. بيراميدز يا جماعه يعني الاهلي لو طلب لبن العصفور بيراميدز هيطلع يقول لك انا عايز لبن العصفور. بيراميدز الاهلي لو طلب ايه من اتحاد الكوره او من الدوله بيراميدز هيطلع يقول لك انا عايز زي الاهلي. النادي الاهلي طلب مهم جدا، وهو ان انا عايز يكون في حضور جماهيري، لان نادي الترجي التونسي خد موافقه ان هيكون في المباراه بتاعته جماهير. فانا اعمالا بمبدا تكافؤ الفرص، وانا بمثل مصر وانا بشرف مصر سواء كان على المستوى القاري او المستوى العالمي، فيا جماعه يا بتوع اتحاد الكوره يا وزير الشباب والرياضه بعد اذنكم احنا عايزين جماهير للمباراه بتاعتنا قدام الترجي. طبعا دي بطوله لا هي بطوله شوارع ولا انديه بير سلم ولا بتاع، لا دي بطوله بتؤهل لكاس العالم للانديه. وانا كنادي اهلي لما اروح كاس عالم للانديه انا بلعب باسم مصر، علم مصر هيترفع زي كل سنه ما برفع لك علم مصر في العالم كله. فالنهارده الاهلي طلب، اوكي هنشوف وهنرد عليكم. النهارده بيراميدز بيقول لك يا فيها يا خفيها، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. والغرض الرئيسي فيما يبدو لي ان احنا بنقول للدوله لو فتحت باب الجماهير هتتعبي. فيا دوله كبري دماغك، بلا جماهير بلا مش جماهير، جماهير هو بتاعي. فالنهارده الناس بتطلب جماهير لمباراه الرجاء المغربي اللي ما نعرفش الرجاء هيدخل جماهير اصلا او لا. حد اللحظه الرجاء ما قالش هندخل جماهير او حاجه. فبيراميدز عايز جماهير. انا اتمنى ودي رساله لكل الاهلاويه المحترمين، ان لو جاء تم الموافقه لبيراميدز على الحضور الجماهيري ان جماهير النادي الاهلي تشتري التذاكر وتروح. وانتوا عارفين انتوا هتشجعوا مين. ها اقولها تاني؟ والله لو اقولها تاني. اتمنى ان التذاكر ده لو هتتباع، يعني مش هنروح نلم ناس من على القهاوي ونجيبهم، لا لو هتتباع واخد بالك، ومش هنروح نجيب ناس بالوجبات وندخلهم. اتمنى جمهور النادي الاهلي اكتسحوا المدرجات وروحوا شجعوا الطموح الحقيقي. روحوا شجعوا الطموح الحقيقي. ده طلبي لجماهير النادي الاهلي وممثل مصر طبعا نادي الرجاء ولا بيراميدز؟ بيراميدز طبعا. الاهرام ده يعني الاهرام دي معني مصر. هرم يعني مصر، فما بالك بقى بأهرام، يبقى مصر مصر مصر، تحيا مصر. تعال نروح للموقف داخل بيراميدز الآن. الملياردير الإماراتي سالم سعيد الشمسي مالك نادي بيراميدز بعد توصية الإدارة التنفيذية برحيل أروى بارينا المدير الفني الأرجنتيني بعد اجتماع عبر تقنية زوم بالفيديو مع المدير الفني أروى بارينا اللي وعد الإدارة المالكة ان يا جماعة انا بوعدكم ان احنا في مباراة الرجاء هنبقى حاجة تانية وشكل تاني، والتلاتة اللي كلناهم سواء كان من سموحة او التلاتة اللي كلناهم من الرجاء مش هيتكرروا تاني، وانا بوعدكم بالتأهل ودي اخر فرصة بالنسبة لي. فتم الاتفاق ان الرجاء اخر فرصة بالنسبة لي اروى بارينا، اما انه يتأهل واما انه يخرج غير مأسوف عليه. طيب بالنسبة لي نادي بيراميدز ايضا، نسيبنا من رمضان دلوقتي، ملوش لازم نتكلم على رمضان. تعال نتكلم على موضوع التبرعات. تبرعات؟ اه التبرعات. تخيل يا عزيزي ان الصفوة الناس اللي بتقبض مئات الالاف واللي بيقبض في الفيلم مليون واتنين وتلاتة واللي بيقبض اخر الشهر من البرنامج بتاعه 300,000 و400,000 النهارده ابو 300,000 في الشهر ده وابو 400,000 بيطالب الجماهير الغلبانه اللي بيقبض 2000 جنيه في الشهر ومش عارف يعني ماشيها بالعافيه واخد بالك، ويا دوب بيسدد الايجار وبياكل اكل عادي خالص ومقضيها، عايزين ابو 2000 جنيه يتبرع لواحد بياخد 30 مليون جنيه في السنه. فالغندور بيطالب جماهير الزمالك يا جماعه اتبرعوا اتبرعوا. ايه يعني مش لاقي تاكل؟ ايه فيها ايه لما تكون مش لاقي تاكل؟ ما كلنا مش لاقيين ناكل عادي يعني، في ايه؟ ناديك يا جدع. ايه مش عايز بن شرقي يروح يصيف في فرنسا ياخد صديقته يروح يصيف بيها؟
ويركب يخت بقى في احلى البحار وبتاع، مش عايز يصيف في المالديف، مش عايز علاء يروح يغير الفيلا بتاعته ويجيب قصر، وانت خليك انت مش لاقي تاكل، مش مشكله، ايه يعني انت طول عمرك مش لاقي تاكل، هتيجي على اليومين دول يعني يا سيدي مش مشكله، نيجي على نفسنا شويه. حتى الفنان الكومبارس، الكومبارس اللي طلع هاجم النادي الاهلي وقال لك الاهلي مش عارف هو المؤامره وهو اللي بيعمل مؤامرات، كومبارس النهارده بيقول لك ايه؟ عزيزي الزملكاوي، اعتبر نفسك بتروح زي اوروبا كل اسبوع الاستاد، هتروح على الاقل 3 ماتشات، كل ماتش التذكره ب 50 لحد 2000 حسب الدرجه ومقدرتك الماليه، هتروح شهريا يطلع منك من 100 ل 6000 جنيه بس خلاص، ويدوم عزك وحبك يا جميل، مالكش في الكوره خالص، طلعهم لجهه خيريه موثوق فيها، تحياتي ربنا يبارك لك. هو السؤال للفنان الكومبارس ولخالد الغندور وامثلتهم وعفيف والناس اللي طالعين بيطالبوا الجماهير يتبرعوا، هو ليه انتوا ما تبقوش انتوا قدوه للناس دي؟ يعني ليه الغندور النهارده ما يروحش يتبرع ويجيب الايصال، يتبرع بمليون جنيه مثلا ويطلع الايصال، خالد الغندور بتبرع بمليون جنيه اهو، شفتوا انا بتبرع بمليون جنيه اهو، فكل واحد على مقدرته. ليه الكومبارس الفاشل ما يطلعش برضه يتبرع له بمليون جنيه؟ قيمة نص فيلم يا سيدي من الأفلام الفاشلة بتاعتك اللي ما بتجيبش 10,000 جنيه وتطلع توريهم الوصل. هو ليه عفيف ما يتبرعش بمليون جنيه؟ ليه الناس اللي بتشتغل الغلابة وبيضحك عليها وأكل عيشهم ولحم كتافهم على قفا الغلابة ما يطلعوش يقولوا إحنا أهو بنتبرع أهو؟ مفيش، لأن هو جمهور بيضحك عليه. الغلبان يزداد غلب ويزداد فقر ويزداد هم على همه، والمبسوط يزداد يزداد يزداد. انا هقلل من الملايين اللي عندي ليه؟ ما في ناس لا مؤاخذه ما بيفهموش، هيصدقوا الكلام ويروحوا يتبرعوا. طيب تعال نروح لموضوع اخر، الاخ اسلام الكاذب اللي بيشتم اساتذته واللي جزمتهم برقبه 100 زيه بيقول عليهم جوز بغبغانات. اسلام الكاذب اللي بيهاجم ثنائي النادي الاهلي في قناة النادي الأهلي خط أحمر، وثنائي النادي الأهلي في مالك وكتابة، المهندس عادل القيعي وإبراهيم المنيسي ومحمد فارس وأحمد أسامة، وبيقول عليهم شوية بغبغانات لمجرد إن هم ردوا على الهجاص رضا اللي بيهاجم النادي الأهلي. عرفتوا ليه إحنا بنطلع نهاجم وبنطلع نرد على أي كلب متسول له نفسه إنه يشتم الأهلي؟ عرفتوا ليه؟ لأن في ناس تستاهل الرد عليه. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل آرائكم وتعليقاتكم، شكرا ليكم.